دابا ان شاء الله غنصايبو واحد البات صابلي باش نصاوبو ان تارت. المقادير اللي عندنا: عندي 200 غرام ديال الدقيق، عندي 100 غرام ديال الزبده، 3 المعالق كبار ديال الماء، معلقه كبيره ديال السكر، بيضه، فاني، وقبسه تاع الملح. نخلط الدقيق، نزيد عليه هذا السكر، نزيد عليه ساشي فاني، قبسة الملح، نخلطهم. دابا غنزيد الزبدة، تجمع في الربو هكا، هي كتعني راها تعجنات. خاصها تكون في الثلاجه حتى نخدمو بها. دابا غادي ندهن المول بشويه الزبده ونرشو بالدقيق. هاد لاباط لي درنا كتقد المول ديال 28 سنتيم. دابا غنثقبها وغنديرها في التلاجة تبرد. دابا غنخشيها في التلاجة تبرد.